ازاي تفتح الفيسبوك وهو الحكومة عاملة له فلترة، ما بتقدرش تفتحه من الكمبيوتر من عندك. الموضوع بسيط جدا. هتروح من الويندوز، اول حاجة هتخش عليها ماي كمبيوتر، بعد كده هتخش على سي، بعد كده هتختار ويندوز، بعد كده هتختار سيستم 32، اهو الفولدر ده اسمه سيستم 32، بعد كده هتختار ملف اسمه درايفرز، اهو هو ده درايفرز، بعد كده هتختار فولدر اسمه etc، بعد كده هو ده الملف بتاعنا اللي احنا هنقدر منه نظبط الفيسبوك ان هو يقدر يشتغل عندنا من غير مشاكل حتى لو هو متفلتر من الحكومة. هتقول له open، هتقول له open with notepad، هتختار النوتباد من هنا، بعد كده هو ده الملف، هتاخد الكود اللي احنا حاطينه في الديسكريبشن بتاع الفيديو وهتحطه هنا بيست، تمام. بعد كده هتسيف، هتقول له كلوز، هو هيسألك تعمل له سيف ولا لا، هتقول له ايوه تعمل له سيف، تمام. الملف كده جاهز، يا دوبك انت دلوقتي هتجيب المتصفح الفايرفوكس او الانترنت اكسبلورر او ايا كان، وهتخش على الفيسبوك. فيسبوك هتلاقيه شغال تماما ومفيش اي مشاكل. دي كانت طريقة بسيطة، يا رب اكون قدرت افيدكم.